المسارات الجميلة والتحديات الرائعة والممتازة. نسير ننطلق في شوطنا التاسع وبداية جولتنا الثالثة من انطلاقات وتحديات الأفكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين. مباشرة نسير مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الشاهنية، تأتي بشعار هجن الرياسة ويقدمها راشد بن محمد بسم المنصوري على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مع هناك الدانة لاسم الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي يأتي في عملية تضمير، ولكن بدأ التغيير هناك من الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيدي. الدانة تأتي ثالثا هناك بشعار اسم الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، بينما المركز الرابع تاتي النعامه لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد ال سعود وجابر بن محمد بن جابر بن حرب المري في عمليه التضمير والتدريب، بينما المركز الخامس مع شاهنيه من هجن الرياسه ويضمرها ويقدمها محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نقلتنا الى سادس المراكز، وصول من الشاهنيه من هجن الرياسه مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون مهيري، والمركز السابع من انطلاقة الرياسة هناك من هملولة من هجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثامن فأرى قدوم وتحرك أيضا من الشاهنية من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيالي، وتاسع المراكز هملولة من هجن الرياسة، والمركز العاشر تأتي الشاهنية من هجن الرياسة مع أحمد بن مايد الخيالي. هذا نداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط. شوطنا هنا التاسع الذي حمل في تحديات الأبكار المحليات الأصايل هي من تنطلق على انطلاقة الفوز باحثة عن الانتصار، باحثة عن النواميس ضمن رحلات البحث عن الناموس. عودتنا إلى شاهنية اللي على المركز الأول والصدارة، الشاهنية من هجن الرياسة ويقدمها في عملية التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. والنقلة التالية إلى المركز الثاني هناك من الشاهنية من هجن الرياسة مع راشد بن محمد بسم المنصوري، بينما الدانة تأتي ثالثا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير والتدريب. المركز الرابع الشاهنية من هجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وخامسا أيضا الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يأتي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي المثير مع المسار الأول والتحدي الكبير. إذن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى المركز الأول هنا مع الصدارة الأولى. إذن الشاهنية من تقدم لنا هذه العروض الجميلة مع المركز الأول من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري يقدمها في عملية التضمير والتدريب. هنا المركز الثاني الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز الثالث هنا مع الشاهنية محمد بن عتيق بن زيتون. رابعا تأتي الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون أيضا يأتي في عملية التضمير، بينما الدانة تأتي مع المركز الخامس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي، بينما سادس المراكز هملولة من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز السادس في هذا الانطلاق الجميل تأتي هناك الشاهنية من هجن الرياسة مع المضمر هناك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلت هنا الضبي وتقدمت بشعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ويضمرها محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وصلت هنا أهم لولا المتقدمة في هذه اللحظات من هجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي في المسار الجميل في الانطلاق الرائع والممتاز في تحديات الأصالة والتراث. الله الله الله، عودتنا هنا مع الصدارة، عودتنا مع الشاهنية والشاهنية مع الرياسة والرياسة ومع بالسم وبالزيتون، ولكن غير إلى الصدارة، غيرت الشاهنية وتقدمت هنا مع المركز الأول مع الصدارة مع الكيلو المتر الأخير. هي الشاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني شاهنية من هجن الرياسة مع المضمر
الحمر محمد بسم او راشد بن محمد بسم المنصوري، ثالثا الشاهنية مع بن زيتون، رابعا الشاهنية من الرياسة ومع بن زيتون، بينما المركز الخامس تتقدم اذا هناك هملولة من هجن الرياسة مع علي بن اميل الوهيبي، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى انطلاقة الشاهنية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الشاهنية اعلنت وجودها وانطلاقها الجميل مع المركز الاول. المركز الثاني الشاهنية من هجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيد بن زيتون المهيري، اعلن الانفراد والتحدي. ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هي الرياسة، ها هي هجنها، وها هو مضمرها بن زيتون، يقدم لنا الابداع والفنون، يقدم لنا الاداء الكبير مع المسار الاخير، مع المسار المثير. تهانينا تهانينا والناموس الى هجن الرياسة، الى مؤسسة هجن الرياسة العملاقة، والتهنية الى المضمر القدير، المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الفوز، لحظات التحدي، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية الى المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني شاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون، ثالثا اذا شاهنية من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون، رابعا شاهنية من هجن الرياسة، وخامسا وصلت هناك الظبي لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. اذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، هناك نعود اذا مشاهدينا اعزاء، التهنئه الى هجن الرياسه، والتهنئه الى المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من اعلن هذا الوجود والتواجد في هذا المسار. 7:30 واربعة اجزاء من الثانية كان توقيت الشاهنية من هجن الرياسة ومرافقها في التضمير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. اذا الشاهنية اتت بالمركز الثاني بنفس الشعار ومع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 7:35 وجزئين من الثانية هو توقيت المركز الثاني مع الشاهنية، بينما المركز الثالث هناك مع ثالث المراكز الشاهنية أيضا من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والتوقيت الزمني المرافق لها 7:37 و4 أجزاء من الثانية.